واحد من الملوك القلائل في إنجلترا، الذي غلب لقب شهرته ريتشارد قلب الأسد على لقب ترتيبه ريتشارد الأول، كما أنه من أكثر ملوك أوروبا الذين اختلف عليهم المؤرخون، فهل هو قديس أم طاغية شرس؟ هذا ما سنحاول أن نعرفه معا. ولد ريتشارد عام 1157، ولكونه الابن الشرعي الثالث للملك هنري الثاني ملك إنجلترا، لم يكن متوقعا أن يعتلي العرش، وغالبا ما كان يوصف بأنه الابن المفضل لأمه إليانور أكيتيان، أما والده فينحدر من نسل ويليام الفاتح، ووفقا للأسطورة الأنجوية فإنه تجري في عروقهم دماء شيطانية. رغم أنه ولد في أوكسفورد وتربى في إنجلترا إلى عمر الثامنة، إلا أنه من غير المعلوم إلى أي مدى استخدم أو فهم الإنجليزية، فقد كان يكتب بالفرنسية. ويقال أن ريتشارد كان جذابا للغاية، فكان يمتلك شعرا بين الأحمر والأشقر، كما كانت عينيه براقة مع بشرة شاحبة، وكان طوله نحو 192 سنتيمتر. وفي عمر 16 قاد ريتشارد جيشا وأخضع التمردات على عرش أبيه ملك إنجلترا. أظهر ريتشارد قدرات سياسية وعسكرية بدت ملحوظة وواضحة عندما قاتل النبلاء المتمردين في أراضيه، وقد توج أخاه الأكبر هنري ملكا على إنجلترا بالمشاركة مع أبيه في حياة أبيه. وفي عام 1170 نفذ هنري الثاني خطته بتقسيم ملكه على أبنائه، عندما أحس بأن مرضه اشتد، مع احتفاظه بسلطته الكاملة على أبنائه وأراضيهم. على الرغم من مكانته التي وضعه أبوه فيها وجعله في منزلة الدوق، إلا أنه لم ترق له هذه الحياة ولم يرضى بغير الملك، فثار مع إخوته على أبيه، ثم ما لبث أن تقاتل مع إخوته أيضا على الملك، وعاد مرة أخرى وقاتل أبيه في معركة عنيفة. فحياته كانت عبارة عن سلسلة متصلة من الحروب، إلا أن أباه انتصر عليه بعد أن انفض أتباعه وعفى عنه، ثم حارب الفرنسيين تحت راية أبيه. وفي تلك الحروب بدأ يشتهر بلقبه قلب الأسد بسبب سمعته العسكرية وشراسته في القتال. توفي الملك هنري وتولى ريتشارد قلب الأسد حكم إنجلترا، وقد منع ريتشارد جميع اليهود والنساء من حضور مراسم التتويج، وشهد هذا العام مجازرا دموية في حق اليهود، حيث انتشرت شائعة بأن ريتشارد قد أمر بقتل جميع اليهود، فقام سكان لندن بارتكاب مجزرة بحقهم. شعر ريتشارد بأن هذه الاعتداءات قد تزعزع من استقرار مملكته قبيل رحيله للمشاركة في الحملة الصليبية الثالثة على الشرق بهدف استرجاع القدس بعد أن حررها صلاح الدين الأيوبي. لذلك أمر ريتشارد بإعدام المسؤولين عن أفظع جرائم القتل، وأصدر مرسوما ملكيا يطالب بترك اليهود بشأنهم وعدم الاعتداء عليهم. بدأ يعد العدة للذهاب للمشرق، وقد اتفق هو وفيليب أغسطس ملك فرنسا على الذهاب في الحملة الصليبية الثالثة، لأن كليهما خشي أن يغتصب الآخر أراضيه في غيابه، وبدأ في تجهيز الجيش الصليبي الجديد، فأنفق معظم ما في خزانة والده الممتلئة وزاد الضرائب حتى قال أنه على استعداد لبيع لندن لمن يشتري. ينقسم المؤرخون حتى اليوم حول سلوك ريتشارد الجنسي، إذ يعتقد المؤرخون أن ريتشارد كان على علاقة مع فيليب الثاني ملك فرنسا، ويتحدث المؤرخ روجر الهوديني عن راهب كان قد حذر ريتشارد من خطر اللواط، وطلب منه عدم القيام بالأعمال غير المشروعة، وبناء على ذلك كان ريتشارد قد حصل على الغفران، فعاد إلى زوجته التي هجرها زمانا طويلا، وابتعد عن الفاحشة التي كان يقوم بها. تمكن ريتشارد مع قواته من الاستيلاء على عكا، وقد اختلف ريتشارد مع ليوبولد الخامس دوق النمسا حول مشاركة إسحاق كومنينوس حاكم قبرص في الحملة الصليبية، فغادر ليوبولد الحملة الصليبية الثالثة فورا، ثم غادر فيليب ملك فرنسا بعد ذلك بوقت قصير بعد مزيد من النزاعات مع ريتشارد حول وضع قبرص وتملك أورشليم، فوجد ريتشارد نفسه فجأة بلا حلفاء. استبقى ريتشارد 2700 أسير مسلم كرهائن ضد صلاح الدين الأيوبي للوفاء بجميع شروط استلام الأراضي حول عكا، ولكن ريتشارد خشي أن يعرقله الأسرى عن التحرك بقواته من عكا، فأمر بإعدامهم جميعا، وبعد ذلك اتجه جنوبا وهزم قوات صلاح الدين الأيوبي في معركة أرسوف، ونجح في الاستيلاء على يافا،
وتقدم الجيش الصليبي نحو القدس حتى وصل إلى بيت نوبة على بعد 12 ميلاً من القدس. وكانت معنويات المسلمين في القدس منخفضة جداً خشية سقوط المدينة، إلا أن الطقس الذي كان سيئاً وبارداً مع الأمطار الغزيرة والعواصف بالإضافة لخوفه من أن يحاصر جيشه في القدس دفعاه للانسحاب والعودة إلى الساحل، ثم حاول التفاوض مع صلاح الدين الأيوبي، إلا أنه لم ينجح في ذلك. وفي النصف الأول من عام 1192 تحصن هو وجنوده في عسقلان. تقدم الجيش الصليبي مرة أخرى نحو القدس في يونيو 1192، ورغم أن المدينة كانت على مرمى البصر إلا أنهم اضطروا للانسحاب بسبب الخلافات بين قادة الجيش، وكان ريتشارد ومعظم قادة الجيش يريدون إجبار صلاح الدين الأيوبي على التخلي عن القدس من خلال مهاجمة قاعدة سلطانه في مصر، في حين أصر قائد القوات الفرنسية على أن الهجوم المباشر على القدس يجب أن يتم، مما اضطر الجيش للانسحاب والعودة إلى الساحل. يتمكن ريتشارد إلا بالاحتفاظ بالمدن الساحلية للصليبيين، ثم غادر إلى بلاده، إلا أنه في طريقه وقع في أسر إمبراطور ألمانيا هنري السادس، ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع فدية كبيرة قدر. وقد علم ريتشارد بأن فيليب وشقيقه جون بدأ في التآمر ضده، لذا حاول محاولة أخيرة لتعزيز موقفه التفاوضي بمحاولة غزو مصر، لكنه فشل في النهاية. نفذ الوقت أمام ريتشارد وأدرك أنه ليس بإمكانه تأجيل عودته، فتوصل مع صلاح الدين الأيوبي على صلح شهير عرف بصلح الرملة، اشتمل على هدم تحصينات عسقلان والسماح للحجاج والتجار المسيحيين بدخول القدس، وتضمنت هدنة لمدة 3 سنوات. وتنازل الصليبيون عن بيت المقدس ولم يتبع بحوالي 150,000 قطعة فضية جمعتها والدته. في سنة 1194 عاد ريتشارد إلى إنجلترا وتمكن من استعادة ملكه وقتل المتآمرين وعفى عن أخيه، ثم توجه إلى فرنسا للدفاع عن ممتلكاته فيها، واستمر 5 سنوات يقاتل بشجاعة إلى أن خرج ذات يوم بلا دروع يتجول حول محيط القلعة ويتحقق من وضع جنوده المتواجدين فوق جدران القلعة، فأصابه سهم ضرب كتفه الأيسر بالقرب من عنقه. أدخل الملك خيمته وقام الطبيب بإزالة السهم بطريقة غير احترافية، مما أدى المجوهرات فورثها لابن أخته أوتو. وتوفي ريتشارد في 6 أبريل عام 1199 في أحضان والدته، ووصفت وفاته بمصطلح الأسد الذي قتل من النملة، وذلك يعزى إلى طريقة قتله على يد صبي صغير. وبعد وفاته قام أحد قواده بمخالفة وصيته وسلخ جلد الصبي القاتل وقام بتعليقه على القلعة.